للذكاء الاصطناعي دور مهم في معظم التقنيات التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة، وشركة مايكروسوفت ليست إلا واحدة من الشركات التي باتت تحقق ربحا كبيرا في هذا المجال. ذكاء اصطناعي أضحى يعطي الآلة قدرات هائلة، مثلا سيارات يمكنها أن تحلل الطريق دون مساعدة السائق وأيضا تتفادى الحوادث، وأجهزة تسمع الإنسان وتتواصل معه مثل سيري من أبل وأليكسا من أمازون، تزودنا بمعلومات عن الطقس أو الأخبار أو حتى مكان تناول وجبة ما. أما إذا ما انتقلنا إلى المجال الطبي، تقنيات تساعد في تحديد عوارض الأمراض وأيضا قادرة على اقتراح علاجات. وعلى رأس قائمة ذلك التطور يبقى التنافس على أشده بين جوجل وفيسبوك لتحليل عادات وسلوك المستهلك، ولا ننسى طبعا الروبوتات التي أضحت مصدر قلق للكثير من الأشخاص في مجال العمل.